هذا وقد كرم الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الأسبق، رئيس المؤتمر الشعبي العام، رئيس المجلس الأعلى لمنظمة مناضلي ثورة 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر والدفاع عن الوحدة عددا من مناضلي الثورة اليمنية الخالدة تقديرا لرصيدهم النضالي في الدفاع عن الوطن وثوابته. مآثر وتضحيات أعلام ومناضلي الثورات اليمنية المتلازمة لم ولن تنسى بمرور الأيام، هذا ما أكده القائمون على الحفل التكريمي لمناضلي الثورة اليمنية المباركة، وذلك خلال إشهار المجلس الأعلى لمنظمة مناضلي ثورتي سبتمبر وأكتوبر والدفاع عن الوحدة، وسط حضور عدد من الذين كان لهم رصيد النضال في نصر اليمن. ثورة الرابع عشر من أكتوبر 1963 التي انطلقت من جبال ردفان الشماع بقيادة الشهيد المناضل غالب راجح لبوزة رحمه الله ورحم كل شهداء ثورتي سبتمبر وأكتوبر، هي عمليا الدليل القاطع على ارتباط وتلاحم ثورة الشعب اليمني. اختلط الدم اليمني هنا وهناك بدون تمييز، يعني هذا دليل على وحدانية الثورة اليمنية. أكثر من نصف قرن على تحقيق الثورات اليمنية المجيدة، وما زالت تضحيات رفاق الكفاح المسلح حاضرة في الأذهان، ونستلهم منها إرادة الدفاع المستميت في وجه الأعادي على مدى الزمن. إذا كان ذكرى الاستقلال هي احتفالية الجميع، فلنتخذها دلالة لتجديد مبتغانا، وهو الشيء المشترك بين الجيلين، وأن نقف معا على حقيقة واحدة هي الدفاع عن وحدة اليمن وصد العدوان، وبالأخير بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن. وخلال حفل إشهار المجلس الأعلى للمنظمة تم تكريم 255 مناضلا بدرع المنظمة، بدءا بزعيم علي عبد الله صالح، حيث تسلم الدرع نيابة عنه الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ عارف عوض الزوكا. بالروح بالدم نفديك يا يمن. هذا علي عبد الله صالح من هو الزعيم الأمين العام لليمن والأصل من حمير سبحان نعرفه وجدته قد أتى سيف. في الذكرى 50 لعيد الاستقلال في 30 من نوفمبر، ذكرى لمن كان له قلب لأن الأرض اليمنية كما لفظت بالأمس الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس عن جنوب الوطن، ستجعل المحتلين الجدد يبيتون رهن الكفن. تامر عبد الوهاب، آل يمن اليوم.